بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي الكرام مشاهدين قناة نباتات وأشجار مثمرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتدعمونا لتقديم المزيد. هنتكلم النهاردة مع حضراتكم عن شجرة الرمان. شجرة الرمان من الأشجار المباركة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه العزيز، وكمان ربنا سبحانه وتعالى اختار شجرة الرمان لان هي تكون شجرة من اشجار الجنة وثمرة من ثمار الجنة. لذلك هنتكلم النهاردة عن شجرة الرمان، شجرة المباركة. اولا التعقيل. التعقيل بيكون في شهر ابريل ومارس، يعني في نهاية فصل الشتاء وفي بداية فصل الصيف. كذلك التسميد، يفضل أن يكون التسميد في ذات الوقت في شهر أبريل ومارس، يعني في برضو في نهاية فصل الشتاء ومع حلول الصيف. شجرة الرمان من الشجرة اللي بتحب التسميد، وبتحب كمان أنها تكون في تربة طينية أو تربة طمية، ما يفضلش زراعتها في التربة الخفيفة أو في التربة الرملية، يفضل زراعتها في التربة الطمية، في التربة الطمية أو في التربة الطينية. أما بالنسبة للأزهار والثمار، فشجرة الرمان من الأشجار اللي بتحب التسميد مع التقليم الصحيح غير الجائر لشجرة الرمان. التقليم الجائر أو قلة التسميد أو قلة الري، كل دي أسباب من أسباب تساقط أزهار شجرة الرمان. طبعا حضراتكم عارفين أن شجرة الرمان من الأشجار ذاتية التلقيح، من أشجار ذاتية التلقيح، بتحتوي في أزهارها على أزهار مذكرة وأزهار مخنثة. الأزهار المذكرة بتتساقط مجرد اتمام عملية التلقيح، فبتتساقط الازهار المذكرة ويتبقى الازهار المخنثة لاتمام، ويفضل ان يكون التسميد في فترة الشتاء او فترة في الصيف. يفضل ري شجرة الرمان من مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع، لان شجرة الرمان يتم التسميد بالشمس وتحب الضوء العضوي او الحرارة المرتفعة نوعا ما، مش الحرارة المرتفعة جدا، يفضل ري شجرة الرمان نوعا ما. حتى في الشتاء او في برودة درجة الحرارة يتم الجفاف، وطبعا جفاف شجرة الرمان تتساقط الازهار تماما من شجرة الرمان. وكذلك الاوراق بتتساقط في موسم تساقط الاوراق، ويفضل تشقق الثمار وتسميد شجرة الرمان في فترة تساقط الأوراق مع تقليمها، التقليم زي ما قلنا التقليم الصحيح السليم، تنظيم فترة الري، يعني مش الري التقليم الجائر. التقليم لا هو الجائر اللي بيؤدي إلى جفاف الشجرة وجفاف الثمار، ولا هو اللي بيؤدي إلى الري الغفير الري الكثير اللي في بيؤدي الشتاء. إلى طبعا بتتساقط أزهار شجرة الرمان لأنها بتحب الدفء وتحب الحرارة المرتفعة قليلا. التقليم بيكون في شهر ديسمبر وشهر يناير، يفضل مشاكل في تسميدها مرتين وتقليمها مرة في السنة، ومشاكل في عملية إزالة الأفرع الغير مرغوب فيها أو الأفرع شجرة الرمان من الأشجار اللي بتحب الميتة يتم إزالتها تماما. يعني درجة الحرارة المعتدلة والمرتفعة نوعا ما، لكن ما تحبش درجة الحرارة الباردة. شجرة الرمان زي ما قلنا انها ذاتية التلقيح، فالازهار ما بيبقاش فيه المذكرة، وما بيبقاش فيه المذكرة بتتساقط، والمخنثة بتظل شجرة جديد، وحتى اتمام يعني عمليه يكون النمو والازهار في فصل الربيع والخريف والثمره. طبعا ما يفضلش ابدا تعريض الشجره للجفاف حتى لا تتشقق الثمار. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك المشاكل في القناه اللي بتواجهنا بتؤدي الى تشقق الله خيرا. طبعا شجره الرمان من الاشجار ربنا ذكرها، ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.